مجلس السيادة والوزراء يدعوان لنبذ الصراعات ويؤكدان ضرورة بسط الأمن وسيادة القانون في غرب دارفور. أمريكا تهنئ الشعب السوداني بذكرى الاستقلال وتعلن التزامها بالعمل مع الحكومة الانتقالية. مسلحون يهاجمون مستشفى مبدا ويمارسون ترويعا على العاملين، ولجنة الأطباء تستنكر الحادث. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذه النشرة وإليكم التفاصيل. بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو مع حكومة غرب دارفور تطورات الأوضاع وتداعيات الأحداث الأخيرة على الاستقرار. وكان حمدتي قد قام بزيارة رسمية إلى الجنينة، رافقه خلالها رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك ووفد رفيع المستوى من المركز، وذلك ضمن جهود رأب الصدع ومعالجة تداعيات أحداث الجنينة الأخيرة، حيث استمع الوفد برئاسة حمدتي إلى شرح مفصل من والي الولاية حول حيثية وملابسات الحادث الذي راح ضحيته عدد من المواطنين والأشخاص. وشدد الوفد على عدم السماح بزعزعة الاستقرار والمساس بهيئة الدولة أو بهيبة الدولة والقانون. تسلم رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك مذكرة مطلبية من لجان معسكرات النازحين ولجان المقاومة في معسكرات النازحين تتعلق بالأحداث التي جرت في مدينة الجنينة مؤخرا. وأكدت المذكرة أن الأحداث غير قبلية وغير طبيعية، شارك فيها تجمع من القبائل راح ضحيتها نفر من المواطنين، وأشارت إلى ضرورة جمع السلاح من أيدي المواطنين وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وأوضحت المذكرة أن مجموعة من المجرمين والمتفلتين استغلوا الموقف واعتدوا على العزل في أماكنهم، مشيرة إلى أن هذه الفئة المتفلتة هي الجهة المستفيدة من هذه الأحداث، من غير أن تحدد المذكرة تلك الفئة. وأكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن الهم الأول للدولة هي الحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على الاستقرار. أعلنت هيئة محامي دارفور تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث الجنينة الأخيرة التي شهدتها مدينة الجنينة وما حدث للنازحين بمعسكر كرينديغ من قتل وترويع وإهدار لأرواح ودماء الأبرياء. وقالت الهيئة إنها تدين تلك الأحداث المؤسفة وتطالب بضرورة تجريد الجماعات المسلحة غير النظامية من السلاح وإخضاع عناصرها ومنسوبها للمساءلة وتقديم الجناة للمحاكمات. وأشارت الهيئة في بيان صادر عنها إلى أن ضعف وتراخي الأجهزة الولائية الرسمية بغرب دارفور وغياب دور الدولة أغرى الميليشيات المسلحة على ممارسة العنف ضد المواطنين العزل. وقالت إن هذا يستدعي التدخل العاجل من السلطات المركزية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح واتخاذ التدابير اللازمة لوقف مثل هذه الانتهاكات والعمل على ضمان عدم تكرارها. قام المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أبو بكر دمبلاب بزيارة تفقدية لجرحى أحداث حاضرة ولاية غرب دارفور مدينة الجنينة الذين يتلقون العلاج بمستشفى الأمل بالخرطوم بحري، ووقف على حالتهم الصحية. كما استقبل المستشفى عددا من الجرحى والمصابين في الأحداث التي خلفت عددا من القتلى والجرحى. ووجه المدير العام لجهاز المخابرات بمضاعفة الاهتمام وتوفير المعينات كافة التي يحتاجونها حتى ينعموا بالشفاء التام. ويشار إلى أن مستشفى الأمل وبناء على موجهات الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتوجيهات المدير العام للجهاز، أكمل تجهيزاته كافة لاستقبال الجرحى الذين يتم تحويلهم إلى الخرطوم لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة. اطلع وفد مجلس السيادة الزائر لولاية شمال دارفور على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية بالولاية.
وأكد عضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور خلال الاجتماع المشترك مع حكومة شمال دارفور بالأمانة العامة للحكومة إن زيارة الوفد تأتي على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، والوقوف على صدى وتداعيات الأحداث والتعامل معها ووضع حد لها ومنع تكرارها ببقية الولايات. وأوضح تاور أن مجلس السيادة دفع بثلاثة وفود برفقة عدد من الوزراء لشمال وجنوب وغرب دارفور بغرض التواصل مع الشرائح الاجتماعية والسياسية وتعزيز أواصر التواصل بين السلطة المركزية والولايات لمتابعة قضايا وهموم المواطنين، مبينا أن البلاد تمر بمرحلة جديدة تحتاج لتضافر الجهود من أجل البناء. ووجه تاور الإعلام القومي والمحلي بضرورة إظهار وعكس كافة الإنجازات خلال المرحلة الماضية، مشيدا بجهود حكومة الولاية في حفظ الأمن والاستقرار. دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور الإدارة الأهلية بشرق السودان للتمسك بوحدة البلاد ونبذ الجهوية والعنصرية ورتق النسيج الاجتماعي، ووعد لدى لقائه في مكتبه في القصر الجمهوري وفد الإدارة الأهلية بشرق السودان باستصحاب مقررة الملتقى التشاوري لأهل الشرق والذي سيعقد الأسبوع المقبل بالخرطوم في مفاوضات السلام في جوبا من أجل تحقيق سلام مستدام وتنمية لإنسان الشرق والسودان. إلى ذلك أكد ممثلو الإدارة الأهلية بشرق السودان مك عموم قبائل البوادر متوكل حسن دكين وعمدة قبيلة بحياي وناظر عموم قبائل البرتو سلحاب بولاية القضارف أحمد يعقوب موسى، وذلك في تصريحات صحفية عقب اللقاء أكدوا أنهم تناولوا كل القضايا التي تؤرق إنسان الشرق. بحث وفد المجلس السيادي الانتقالي برئاسة الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي فور وصوله إلى مدينة نيالة حاضرة ولاية جنوب دارفور، بحثوا في اجتماع مغلق مع حكومة ولاية جنوب دارفور أحداث سرقة ونهب مقر بعثة اليوناميت سابقا والتي آلت لحكومة السودان في نوفمبر الماضي. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي إن الوفد استمع إلى تقرير وافي عن الأحداث الأخيرة بمعسكر بعثة اليوناميد من لجنة أمن الولاية، وذلك بحضور والي الولاية اللواء الركن هاشم خالد جاد الله. كما التقى الوفد بالإدارة الأهلية بالولاية واطمأن خلال اللقاء على مجمل الأوضاع. وأوضح الفكي أن التحقيقات بشأن أحداث معسكر اليوناميد تسير بصورة طيبة، وإن أعضاء جدد تمت إضافتهم إلى لجنة التحقيق، مشيرا إلى أن الأوضاع بالولاية مطمئنة وأن المواطنين متفائلين بإنتاج وفير خلال هذا الموسم، وأكدوا حرصهم على عدم السماح بحدوث أي تفلتات من شأنها أن تؤثر على عملية الحصاد. عمليات تخريب ونهب واسعة لمقر بعثة اليوناميت بنيالة وقفت عليها كاميرا قناة طيبة الفضائية. ويقول مراقبون للأوضاع إن ما تم هو وصمة عار لحكومة جنوب دارفور، وفي المقابل حملت قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية جنوب دارفور المسؤولية الكاملة لوالي الولاية وأجهزته الأمنية. هذا التدافع جيء وذهابا عبر طريق نيال الفاشر هو ليس حركة مواصلات عادية، وإنما من أجل الوصول إلى المقر الرئيسي لبعثة اليوناميت بولاية جنوب دارفور الذي فتحت أبوابه مشرعة للمواطنين للمشاركة في عمليات نهبه التي توالت منذ الأربعاء الماضي. فمراقبون للأوضاع يرون بأن ما تم يمثل وصمة عار لحكومة الولاية وضعت على إسره المنقولات التي تركتها بعثة اليوناميت لأهل الولاية والتي تفوق $100 مليون. الحقيقة ده عار كبير جدا لحكومة ولاية جنوب دارفور ولمواطنين ولاية جنوب دارفور ولحكومة السودان أولا، كونه موقع بهذا الحجم بهذه التجهيزات هذه البنية التحتية الكاملة المقدرة في حدها الأدنى $100 مليون أنه يتم استباحته بهذا الشكل هذه فضيحة. الحرية والتغيير بولاية جنوب دارفور استبقت حكومة الولاية في عقد مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق للرأي العام حول ما تم من نهب وتخريب لهذا الموقع الذي خصص الجزء الأكبر منه لجامعة نيالة،
وشددت على ضرورة إجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين في ضياع حلم أهل ولاية جنوب دارفور. نحن عندنا 2 منحة ماشيين فيها، إنه بخطاب واضح لمجلس الوزراء لازم يتم تحقيق واضح بالنسبة للمسألة دي. هذه البوابة هي المقر الرئيسي لبعثة اليونميت قطاع ولاية جنوب دارفور، الذي لوقت قريب لا يمكن الوصول إليه إلا بإجراءات أمنية مشددة، ولكنه اليوم استبيح وطاله التخريب من قبل الآلاف من المواطنين بمعسكرات النازحين ومدينة نيالا، والذي كان من المنتظر أن يقدم خدمات جليلة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والمياه وغيرها، ولكنه اليوم أصبح أرض جرداء لا تصلح إلا للرعي. حسن حامد من مقر بعثة اليونميت بنيالا لقناة طيبة ولاية جنوب دارفور. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو التزام واشنطن بالعمل مع الحكومة الانتقالية في السودان من أجل تعزيز السلام والأمن والازدهار واحترام حقوق الإنسان، معربا عن تطلعه إلى تعميق الشراكة وتأمين التقدم نحو هذه الأهداف المشتركة. وهنأ وزير الخارجية الأمريكي في بيان للخارجية نشر على موقع الوزارة على الإنترنت، هنأ الشعب السوداني بعيد الاستقلال معبرا عن أطيب التمنيات لشعب السودان وهو يحتفل بيومه الوطني في الأول من يناير. وقال بومبيو إن حكومة الولايات المتحدة تهنئ السودان على جهوده البطولية لتشكيل حكومة ديمقراطية تمكن جميع السودانيين من العمل بحرية بمن فيهم الشباب والنساء في المناطق المهمشة. اعتدى مسلحون بالأسلحة البيضاء على الأطباء والطبيبات والممرضين العاملين بمستشفى مبدا نموذجي، ما أدى إلى إغلاق قسم الجراحة والأطفال والباطنية بالمستشفى. وقالت لجنة أطباء المستشفى في بيان إن أفراد يحملون سواطير وأسلحة بيضاء روعوا الأطباء والممرضين العاملين بكل من حوادث الجراحة والأطفال. ونوه البيان إلى أن مجموعة الأطباء قررت إغلاق قسم الجراحة والأطفال والباطنية بالمستشفى إلى حين توفير حماية المستشفى تفاديا لما لا يحمد عقباه. وأشار إلى أن الأطباء يعملون تحت ظروف مهددة لحياتهم. نشرة الأخبار متواصلة معكم من قناة طيبة، وفيها بعد الفاصل. لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي. أهلا بكم مجددا متابعينا في المساحة القادمة، نقدم طائفة من الأخبار الاقتصادية. أعلن بنك السودان المركزي سياسة جديدة للعام 2020 لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي وفقا لاتباع أفضل الممارسات في البنوك المركزية في العالم. وأعلن أن الضوابط والتوجيهات الإجرائية سيتم إصدارها في منشورات موجهة تصدر لأول مرة بالتزامن مع منشور السياسات. وقال بنك السودان في بيان صحفي إن السياسات استندت على الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 والقوانين واللوائح السارية ذات الصلة وبرنامج الحكومة للفترة الانتقالية، بجانب أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومواجهات ومؤشرات الموازنة للعام 2020. وأوضحت إنها ركزت على تحقيق هدف الاستقرار النقدي والمالي من خلال تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار عن طريق ضبط الكتلة النقدية بغرض احتواء معدلة التضخم وارتفاع الأسعار واستقرار واستدامة سعر الصرف، بتشجيع وتمويل الإنتاج وتمويل الصادرات وترشيد الاستهلاك أو الاستيراد، وتحقيق الاستقرار المالي بتعزيز سلامة المؤسسات المالية وشبكات الأمان المالي والعمل على هيكلة الجهاز المصرفي لخلق كيانات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة.
كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن حزمة من الخطط للاستفادة من حصائل الصادر، من بينها قفل منافذ التهريب. وأكد وزير المالية إبراهيم البدوي إن وزارته وضعت حزمة من الخطط كفيلة بالاستفادة من حصائل الصادر، وقال إن ذلك لا يتم إلا بالإحكام الدقيق لمنع التهريب بقفل المنافذ وضبط مناطق الإنتاج والعمل على تشديد الرقابة بالمنافذ الحدودية والمطارات، إلى جانب سن قوانين رادعة جديدة تصب في ذلك الاتجاه. وقال البدوي لدى اجتماعه مع الاتحاد العام للصاغة إن كيان الاتحاد الصاغة سيكون ضمانا لتسهيل عمليات صادر الذهب من وكبة الأسعار والتنافس الحر في البورصة العالمية. معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة وبناء اقتصاد قوي بحسب مختصين يقوم على الإنتاج وليس على المنح والهبات، ثم إصلاح مؤسسات الدولة لبناء دولة قوية. معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة وبناء اقتصاد قوي يقوم على الإنتاج وليس على المنح والهبات، ثم إصلاح مؤسسات الدولة لبناء دولة قوية. كان ذلك حديث الحكومة قبل 100 يوم من الآن، فكيف يا ترى يرى المراقبون الأمر بعد هذه الفترة؟ لكن أهم حاجة المواطن الضعيف الذي قام بهذه الثورة لابد أن يرى مطالب تحقق في أرض الواقع، فما زال الأمر بعيدا، فلا بد الرجوع إلى العمل المؤسسي في كل المالية، الاقتصاد، الزراعة، فكل هذه الأشياء لابد أن تعمل بتناغم بخطة استراتيجية واضحة بنظم إدارة حديثة حتى تطبق هذه الأشياء. فإذا نظرنا لناحية الإنتاج فهي مشكلتنا، هي مشكلة إنتاج. فإذا رجعنا للإنتاج فالبذرة التي تزرع لم تشترط عليك حل المشاكل الخارجية حتى تنبت. وفي ظل ضغوط خارجية وأجندات خفية لبعض قوى دولية وإقليمية وصفها مراقبون بأنها أكبر من تحمل الحكومة، في ظل ورثة ثقيلة لعدد من الأزمات منذ النظام المبات، مع جملة من المعالجات سابقا لم تفلح في معالجة الأزمة الاقتصادية وأخواتها، أسباب ربما أجبرت الحكومة للتوجه خارجا على حساب المكون الداخلي الذي ربما تكمن الحلول في قطاعاته المختلفة. روشيتا الخارجية تطالب برفع الدعم عن الوقود. أفتكر بأنه السودان إذا التفتت الحكومة للوضع الداخلي يمكن أن تتجاوز هذه المراحل برؤية مختلفة غير الرؤية الآن المطروحة. المجهود الذي صبه وزير المالية خلال الفترة السابقة هو كان بالتركيز على الصناديق الخارجية والدعومات الخارجية ولم يلتفت للمكون داخل السودان. هذا يمكن أن يساهم في عملية الميزانية وينخفض الاقتصاد السوداني لدرجة ما. وتأتي النداءات متسارعة من كل فئات المجتمع، خاصة بعد إجازة الموازنة مؤخرا والحديث عن رفع الدعم بأنه لا ينفع تجريب المجرب، وأن الأمر يحتاج ربما إلى إجراءات عاجلة، لأن الإحساس بالجوع بعد 100 يوم في ظل تأخر الحلول والإجراءات لا يختلف كثيرا عن ذلك الإحساس الذي أوقد نار الثورة وأسقط نظام الإنقاذ. رمضان عبد القادر لقناة طيبة، الخرطوم. انتهت النشرة الاقتصادية، وفيما يلي نتابع بعض الأخبار الرياضية. استأنف الهلال العاصمي تدريباته أمس، وذلك بعد أن منح المدير الفني للفريق المصري حماد صدقي لاعبيه راحة قصيرة بعد أدائهم لمباراة النجم الساحلي التونسي والتي كسبها بهدف. هذا وسيفتح الجهاز الفني ملف مباريات الدوري الممتاز المقبلة. منح الجهاز الفني والقطاع الرياضي لنادي المريخ العاصمي راحة سلبية للفريق عقب العودة من مدينة الأبيض لمدة 8 أيام، وسيعود بعدها الفريق للتحضيرات عقب الإعلام عن العودة. ومن المتوقع أن يقيم الفريق معسكرا تحضيريا قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم الكروي بعد فترة الانتدابات التكميلية والتي ستنطلق خلال ساعات.
إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نعود ونذكر بأهم العناوين. مجلس السيادة والوزراء يدعوان لنبذ الصراعات ويؤكدان ضرورة بسط الأمن وسيادة القانون في غرب دارفور. أمريكا تهنئ الشعب السوداني بذكرى الاستقلال وتعلن التزامها بالعمل مع الحكومة الانتقالية. مسلحون يهاجمون مستشفى مبدأ ويمارسون ترويعا على العاملين، ولجنة الأطباء تستنكر الحادث. انتهت النشرة، في أمان الله. طيبة لحياة طيبة.